سنة مغروم بالجري، عندي تقريبا 40 سنة وأنا نجري كل نهار بنهار، نعمل 30 كيلومتر ونهار لحد نعمل 20، نسمي ماراثون بريسك كل شارك فيهم. جينيرال ما نعمل تقريبا 6 مينوت بار كيلومتر تقريبا ببري. مغروم الجري لاباس، صحة جيدة. نشجع الشباب والعباد الكل باش يعملوا رياضة، باش يقعدوا في صحة جيدة ويتفرهدوا، وفما يعني غرام بالجري وغرام والرياضة يعني هذه هي برشا سمحة برشا وتعاون الإنسان والحمد لله. وإن شاء الله الناس الكل شافوها تجري وإن شاء الله الناس الكل تعمل رياضة. العبيد حسن العجيمي، مدير إدارة الطب البدنية والرياضة العسكرية، مرحبا بكم. قبل كل شيء رحموا على شهدائنا من الأمنيين والعسكريين، وبهذه المناسبة هي المناسبة بتاع إحياء ذكرى 63 انبعاث الجيش الوطني. بالمناسبة هذه كل عام يصير ماراثون عسكري، نصف ماراثون عسكري، المسافة بتاعه 21 كيلومتر. السنة بالذات اخترناه في مدينة منوبة، عملناها قبل في داخل ولاية تونس، السنة في داخل ولاية منوبة نظرا للقيمة بتاع ولاية منوبة وللمعالم الأثرية، للتعريب بالمعالم الأثرية بتاع ولاية منوبة اللي فيها عدة معالم أثرية ومعالم أثرية عسكرية. ونأمل إن شاء الله الماراثون هذايا يتطور ويشاركوا فيه عدد أكثر ما يمكن من العسكريين والمدنيين، اللي السنة ميزة المشاركة ما يقارب 1400 عداء، ونأمل إن شاء الله المرة الجاية نوصلوا 2000 عداء إن شاء الله ما بين مدنيين وعسكريين. ثم ال 1400 عداء هذوما فيهم ما يقارب 1100 عداء عسكري والبقية 300 عداء مدني. الميداليات اللي باش يتم توزيعها هي الميداليات المعروفة، الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية، ثم حوافز مادية هامة باش تعطى للفايزين إن شاء الله. المنظمة الثانية العريف سوية الظاهري يتوج الجائزة السيدة رئيس فريق كذاب وهي مشاركة بسباق نصف ماراثون. السباق الموالي تأتينا بتكريم الرياضيين العسكريين، سباق 21 كيلومتر عسكري ظهور. المرتبة الأولى العريف وليد مراد، المرتبة الثانية سباق، المرتبة الثانية العريف إدريس العلوي يمنح في الرياضة، والمرتبة الثالثة قدم إضافة علاء مكني من الأكاديمية العسكرية. المرتبة الثالثة تتويج مميز لتقديم الضابط على هذه مدرسة الرائعة تقدم متقاعد محمد الكمولي، تسجيل على محمد الكمولي.